اهلا متتبعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر هنا مباشره من مدينه تطوان. امطار الخير لا زالت تتساقط على مدينه تطوان لليوم التالي على التوالي، اليوم التالي على التوالي. امطار الخير كما قلنا في هذه اللحظات فهي تتهطل بشكل مستمر وبشكل كثيف، ونتمنى ان شاء الله ان الامطار الخير انها تستمر في التساقط دون يعني ان تتسبب ان شاء الله في خسائر ماديه او بشريه لا قدر الله. طبيعه الحال فالامل ديالنا ان هذه الامطار الخير انها تعم جميع مدن واقاليم المملكه ان شاء الله. فمنذ فجر اليوم وامطار الخير فهي تسقطت بواحد الشكل كثيف اليوم الجمعه، اليوم المبارك. طبيعة الحال فكنتمنوا جمعة مباركة لكل متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في، قناة الشعب اللي كتنقل الواقع كما هو. واليوم حنايا من خلال هذا البث المباشر حنا كنقل لكم الأجواء هنا بمدينة تطوان وظل التساقطات المطرية المهمة اللي كتعرفها المدينة. أم أيوب الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله، شكرا أم أيوب. محمد أبي كيقول لي الحمد لله، شكرا جزيلا لكل متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في أنهم كيشاركونا هذا المباشر. طبيعة الحال فهو نداء موجه لكل المتتبعين أنهم يتفاعلوا معنا في هذا المباشر من خلال التعليقات ديالهم ويقولوا لنا كيف هي الأجواء لباقي المدن المغربية. إلهام كازا كتقول لي الحمد لله، نعم الحمد لله على نعمة المطر. طبيعة الحال فكل قطرة من هذه الأمطار فنحن محتاجين إليها، ونتمنوا كما قلنا أن هذه الأمطار الخير أنها تعم جميع أقاليم المملكة. المتتبعين خلينا نشوف في أجواء خاصة ونتعيشها الحمامة البيضاء في ظل التساقطات المطرية المهمة اللي كتعرفها مدينة تطوان، كذلك مدينة طنجة، مدينة العرائش، مدينة مرتيل، مدينة المديق، مدينة سنفنيدة. نتمنوا إن شاء الله أن ماشي غير شمال المملكة أن تطيح في الأمطار الخير، ولكن كذلك في الجنوب في الشرق في الغرب إن شاء الله. المتتبعين قناة شوف تي في هذه الأجواء هنا مباشرة من الحمامة البيضاء حيث أمطار الخير لا زالت تتساقط على المدينة. وطبعا حتى الأمل ديالنا أن الأمطار الخير أنها ما تسببش إن شاء الله أي خسائر مادية أو بشرية لا قدر الله. هذه الأجواء هنا مباشرة من الحمامة البيضاء متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في، أجواء جميلة تعيشها مدينة تطوان في هذه اللحظات ضمن التساقطات المطرية. فالكل فرحان بالتساقطات المطرية بهذا الحال، فالكل كيقول بأن الموسم الفلاحي فما غادي يكونش فيه الشتاء ولله الحمد، فالله عز وجل يعني رحمنا ورحمة الله وسعت كل شيء وما خصناش نقلطو من رحمة الله. الأمل ديالنا إن شاء الله أن التساقطات المطرية أنها تستمر طيلة هذا اليوم والأيام المقبلة إن شاء الله دون أن تتسبب طبيعة الحال في أي خسائر مادية أو بشرية إن شاء الله.
لي مجموعه ديال التعليقات اللي تصلني في هذه الاثناء، فهي تحمد الله عز وجل على نعمه هذه التساقطات المطريه اللي كتشهدها مدينه تطوان في هذه اللحظه. طبيعه الحال بين الفين والاخرى، فالان يعني تساقطات غزيره كتشهدها مدينه تطوان في هذه اللحظات، كما تصلكم من خلال هذا البث المباشر هذه الصور الحيه من مدينه تطوان. كما قلنا فكل المواطنين فهم فرحانين بهذا الشتاء، فبعد يعني طول انتظار فالله عز وجل رحمنا بهذه امطار الخير اللي دخلت البهجه والسرور في كل نفوس الساكنه، صغير كبير، شيوخ كهول، اطفال صغار، شباب، طبيعه الحال جميع شرائح المجتمع فهي فرحانه كثير بهذه امطار الخير اللي عمت تقريبا شمال المملكة. والأمل ديالنا أن هاد أمطار الخير كما قلنا دائما وأبدا أنها تشمل جميع أقاليم ومدن المملكة إن شاء الله. بعد الحل فالأمل ديالنا والرجاء ديالنا كذلك أن هاد أمطار الخير ما تسبب شي خسائر مادية أو بشرية لا قدر الله. كما قلنا فأجواء جميلة هنا مباشرة من الحمامة البيضاء ظل التساقطات المطرية المهمة اللي كتشهدها المدينة في هذه اللحظات. طبيعة الحال التساقطات المطرية غادي تساهم لا محالة في الرفع من حقينة السدود بعد التراجع المهول اللي كتشهدوا السدود خصوصا على مستوى الشمال. بهذه الحال مجموعة ديال المواطنين فهم اشتاقوا كثيرا لهذه الاجواء، اجواء تساقط الامطار الخير اللي كما سبق قلنا بانها كتدخل واحد البهجة والسرور، واحد الفرح في النفوس ديال المواطنين. بطبيعة الحال نتمنوا كما قلنا هذه امطار الخير انها تستمر في التساقط ان شاء الله. وللاشارة فهذه التساقطات المطرية فهي كتشهدها مدينة تطوان لليوم الثالث على التوالي، بعد أن تساقطت الأمطار يوم الأربعاء في حدود 8:30 ويوم الخميس تستمر هذه التساقطات كذلك اليوم الجمعة. نتمنى إن شاء الله أن التساقطات المطرية المهمة اللي كتشهدها مدينة تطوان أنها تساهم في رفع من مستوى حقينة السدود بشمال المملكة خصوصا بعد التراجع المهول اللي عرفته السدود هنا بشمال المملكة. من المتسبب قناة تشوفوا هذه الأجواء هنا مباشرة من الحمامة البيضاء ظل التساقطات المطرية المهمة اللي كتعرفها المدينة، أجواء رائعة، أجواء جميلة بطبيعة الحال. فالمواطنين فهم فرحانين بهذه التساقطات المطرية اللي كتشهدها المدينة. Thank you.
إذن هذه الأجواء بصفة عامة، متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في هنا مباشرة من مدينة تطوان، حيث لا زالت أمطار الخير تتساقط بكثافة على المدينة. إن شاء الله من خلال مباشر آخر فغادي نحاول أننا ننتقل إلى تهلواد مرتيل باش نقول لكم يعني كيف أصبح مستوى المياه بتهلواد مرتيل، واش ارتفع، واش يعني المستوى ديالو باقي كما كان، ولكن غالبا غادي يكون مستوى المياه على مستوى سهل واد مرتيل فهو 8% ديالو، فغادي يكون ارتفع وهذا ما نأمله بطبيعة الحال. فهذه المياه هذه فهي كذلك غادي تساهم كذلك يعني تزويد الفرشة المائية بالماء، فالتساقطات المطرية فهي مهمة كذلك بالنسبة للفرشة المائية، خصوصا هنا على مستوى مدينة تطوان اللي كتوجد فيها عدد كبير من العيون المائية. طبيعة الحال فالتساقطات المطرية اللي كتشهدها تطوان الآن فهي غادي تساهم كذلك في الحفاظ هذه العيون على الفرشة المائية المهمة. في قناة تكويد الأجواء هنا مباشرة من الحمامة البيضاء قبل التساقطات المطرية المهمة كما قلنا لتشهدها المدينة خلال هذه اللحظات. إذا متتبعي قناة شوف تي في إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى بث آخر إن شاء الله.